الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم إلى درس جديد من دروسنا في إعجاز وبلاغة القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة الشعراء على لسان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط: قال الجرجاني تقديره: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إلا رب العالمين فإنهم عدو لي، وإلا بمعنى دون وسوى، انتهى. فجعله مستثنا مما بعد كنتم تعبدون، ولا حاجة إلى هذا التقدير لصحة أن يكون مستثنا من قوله فإنهم عدو لي، وجعله جماعة منهم الفراء واتبعه الزمخشري استثناء منقطعة، أي لكن رب العالمين، لأنهم فهموا من قوله ما كنتم تعبدون أنهم الأصنام. وأجاز الزجاج أن يكون استثناء متصلا على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام، فأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله، انتهى. قلت: أو ربما أريد بها أن بعض آبائهم أو أجدادهم كانوا يعبدون الله عز وجل لأنه قال ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدم. قال ابن كثير: وقوله وإذا مرضت فهو يشفين أسند المرض إلى نفسه، وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه، ولكن أضافه إلى نفسه أدبا، كما قال تعالى آمرا للمصلي أن يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأسند الإنعام إلى الله سبحانه وتعالى، والغضب حذف فاعله أدبا، وأسند الضلال إلى العبيد، كما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ولهذا قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفاء أحد غيره بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه. قال ابن عطية: وهذا كقول الخضر عليه السلام: فأردت أن أعيبها في سورة الكهف. وقال جعفر الصادق: إذا مرضت بالذنوب شفاني بالتوبة. ونقل أبو حيان الأندلسي عن أبي بكر الوراق أنه قال: لما كان الخلق لا يمكن أن يدعيه أحد لم يؤكد فيه بهو، فلم يكن التركيب الذي هو خلقني، ولما كانت الهداية قد يمكن ادعاؤها والإطعام والسقي كذلك، أكد بهو في قوله فهو يهدي والذي هو يطعمني، وذكر بعد نعمة الخلق والهداية ما تدوم به الحياة ويستمر به نظام الخلق وهو الغذاء والشرب. ولما كان ذلك سببا لغلبة إحدى الكيفيات على الأخرى بزيادة الغذاء أو نقصانه. ونقل الواحدي في البسيط عن صاحب النظم وهو الجرجاني أنه قال: هو دليل على أنه أعلم أنه لا يطعم ولا يسقي غيره، كما تقول في الكلام: زيد هو الذي فعل، أي لم يفعله غيره. قال ابن عاشور: وحذفت ياءات المتكلم من يهدين ويسقين ويشفين ويحيين لأجل التخفيف ورعاية الفاصلة، لأنها يوقف عليها، وفواصل هذه السورة أكثرها بالنون الساكنة، انتهى. قلت: وهنا يبقى أن نتأمل الألفاظ القرآنية في الآيات: يهدين، يميتني، يحيين، يشفين، يطعمني، يسقين. فلماذا افتتحت الأفعال يطعمني ويميتني ويحيين بالضم، بينما افتتحت الأفعال الباقية بالفتح؟ والجواب أن الأفعال يهدي ويشفي ويسقي هي أفعال متعدية، بينما الأفعال يطعم ويحيا ويموت أفعال لازمة، فنقول طعمت أي أكلت، ويحيا الإنسان ثم يموت، بينما إذا ضم أولها صارت أفعالا متعدية،
فنقول يطعمني ويميتني ثم يحين، والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.